بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد، أولئك القوم الذين آمنوا به وهاجروا معه وإليه وجاهدوا معه وبعده ونشروا راية الإسلام، فاللهم ارض عنهم واجعلنا من محبيهم المحسنين الاقتداء بهم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، كان الحديث يتعلق بأركان الإسلام الخمسة، ولكني رأيت أن أجعله في أمور لعل كل واحد منا يهتم بها. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس وغيرهما رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن عمل حسنة كتبها الله 10 حسنات، إلى 100 ضعف، إلى 700، إلى ما لا يعلمه إلا الله. ومن هم بحسنة فلم يعملها عاقه عليه، فلم يعملها كتبها الله عنده 10 كاملة. ومن هيم بسيئة فلم يعملها، يعني تركها، كتبها الله له 10 كاملة. فإن عملها كتبها الله 1. أهذا الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين وغيرهما يبين شيئا من فضل الله على عباده ورحمته إليهم وإرشادهم إلى أن يعملوا الصالحات. ثم إذا لم تعمل، إن أنك سوف تعمل هذا العمل، فإذا عاقك عائق والله يعلم الصدق من غيره، كتب الله لك أنما عملت ذلك العمل حتى لو لم تعمل. هممت أن تتصدق لم يسأ الله ذلك، هممت أن تذهب إلى محل كذا لعمل إصلاحي في خير إلى آخره فلم تعمل، لم يتيسر ذلك لك، كتبه الله كأنك عملت 10 كاملة. وهذا من فضل الله على العباد وجميل إحسانه. فإن عمل الحسنة كتبها الله عنده 10 حسنات، يضاعفها 100، 700، إلى ما لا يعلمه إلا الله. تختلف المضاعفات حسب اختلاف العامل ومدى إيمانه وحرصه على إرضاء ربه جل وعلا واهتمامه بالأعمال الصالحة. فإذا هم بالعمل الصالح ووفق للقيام به فأحسن أداءه، وكما قلت في الأعمال كلها شرطان أساسيان لكل عمل يراد به المنفعة دنيا وآخرة، لا بد أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه مشروع، ولا بد أن يكون خالصا لله. فهذان الشرطان في كل عمل يراد الانتفاع به لا بد أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أي عمل يريد العبد أن يتقرب به ولا يوافق سنة النبي يكون مردودا عليه. للحديث المخرج في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا، يعني في الإسلام، ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. فليحرص المسلم على التماس طريق الخير والسؤال عن الأعمال الكريمة. أعمال كريمة يعرفها كل مسلم وهي أركان الدين، وبالنسبة للعبادات البدنية وهي الصلاة التي هي عمود هذا الإسلام، وهي التي بها بعد الشهادتين
وإذا وجد معها أمر الزكاة صار الإنسان في مأمن. فليحرص المسلم في حياته ولا سيما في هذا الشهر المبارك ليعود نفسه على الرغبة في العمل الصالح ويفكر في الأعمال التي يمكن أن يقوم بها فيعقد العزم على أن يقوم بها. إن أمكنه ذلك من الله كتبها الله له مضاعفة. أقل المضاعفات أن تكون الحسنة الواحدة بعشر حسنات، يعني تصدق بدرهم يكون كأنك تصدقت بعشرة، وقد يزيد إذا كان الباذل الخير أو القائم بعمل الطاعة في هذه الحسنة من أهل الإيمان والتقى، يسرهم أن يصادف السماء الشيء المناسب ويأسفهم أن يفوتهم أمر مناسب في الخير فهم حريصون عليه، تضاعف إلى مئة. وقد يكون الإنسان في إيمانه ورغبته في الخير وحرصه عليه وجده واجتهاده تضاعف حسناته إلى مئة إلى سبعمائة، وهذه هي أغلب الأحوال في الأمور التي تكون جميلة كريمة، وقد تزيد عن ذلك تبع صدق إيمان الواحد وقوته وإخلاصه لله في كل أموره وحرصه التام على مرضات رب العالمين، والله يعلم المفسد من المصلح. فاحرص أيها المسلم في هذا الشهر المبارك، واعلم أن ميادين الخير في شهرنا هذا ميادين واسعة. من الميادين الحسنة أن تسلم على كل من لقيت. بماذا؟ تقول السلام عليكم، وهذا من علامات الإيمان الكريمة. كما أن ترك السلام عند الملاقات من علامات الساعة، حتى لا يبقى الإنسان يسلم إلا على من يعرف، فهذه من علامات الساعة وقربها، ولا شك أنها قريبة إلا أننا لا نعلمها، والله جعلها مفاجأة للعباد. إذا هم الإنسان بعمل سيء ثم خاف الله أو خاف أن يفتضح ويذم على هذا العمل فتراجع متعمدا، كتبها الله له حسنة كاملة. أما إذا لم يعملها لعجزه واستمر على التفكير بها فهذا شيء آخر، لكنه لا يكتب عليه إلا إذا باشر العمل. إذا عمل السيئة كتبت عليه سيئة واحدة. ثم في الحديث الصحيح ما قال الله النبي سيئة كاملة، قال واحدة، وهذا الوصف بالوحدوية يدل على أنها مقيدة لا توسع فيها. فكر أيها المسلم في هذه الأيام، أنت أمضيت يومين من شهر الصيام، هذا الشهر الذي صيامه للقادرين عليه ركن من أركان الإسلام، ومن صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ذلك من حقوق الله، فإن حقوق الله جل وعلا يمحوها التوة الصادقة، يمحوها الحج الذي تتكامل الأعمال الصالحة فيه ويتم صيانته عن كل ما يشينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص لما خرج مهاجرا من مكة قبل فتح مكة، وكان عمرو بن العاص من أشد الناس عداء لرسول الله قبل هجرته، فوقع الله الإيمان في قلبه فهاجر قبل الفتح، ولما مد النبي يده وقال ابسط يدك عمرو، كف عمرو يده وقال أريد أن أشترط، قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي جميع ما تقدم. قال له صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله يمحو جميع السيئات بما فيها الشرك الأكبر،
وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن الحج والمقصود به الحج المبرور يجب ما قبله، والمقصود بذلك الذي فيه القول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فانظر أيها المسلم، إذا هممت بخير إن قدرت على أن تتمه فانتظر الخير الكثير من الله. أقل الأمور أن تفوز بعشر مساو لعملك، وقد يكون حظك كبيرا بقوة إيمانك فتفوز بمئة ضعف، وقد تكون من أهل السباق والمسابقات والسابقين وإن كانوا قلة فتفوز بسبعمائة ضعف. ومن النوادر من يفوز بأمر لا حدود له، وفضل الله جل وعلا لا مانع له، وهو يرزق من يشاء بغير حساب. فانظر يا أخي يا مسلم في هذا الحديث الصحيح الذي كتب الله جل وعلا به الحسنات والسيئات، إذا هممت بحسن لا تظن أنها تضيع، إن عملتها وأحسنت أداءها وجديت في أن تكون على وفق ما شرعه محمد صلى الله عليه وسلم فأبشر بالفوز. أقل فوز أن تفوز بعشر مضاعفات، وقد تكون أكثر إلى سبعمائة، وفي النوادر ما لا يعلمه إلا الله. ثم لا تيأس من رحمة الله، إذا هممت بسيئة ثم وجدت أن الطريق ليس معبدا وليس باليسير أن تصل إليها، ففكر بأن تركها أنفع لك، فاتركها متعمدا حتى يكتب لك حسنة كاملة، وهذا من فضل الله الذي لا حدود له. فربنا جل وعلا أرحم الراحمين، وهو خير الغافرين، وهو المتصرف في هذا الكون، وهو الموجد له، هو الفعال لما يريد. واعلم دائما وأبدا أن الأعمال كلها تابعة للتوحيد، لتوحيدك الله جل وعلا. فإن الإنسان إذا كان يرتكب الشركيات لا ينفعه عمل إلا إن تاب من ذلك الشرك، كما مر الحديث عنه، وكما هو معلوم عند عامة الناس إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يتسامح جل وعلا. الله هو الذي خلق الخلق، هو الذي تكفل بأرزاقهم، هو الذي دافع عنهم، هو الذي يسر لهم أمورهم، هو الذي منه كل خير، وبتقديره وإرادته يدفع كل شر. فإذا أخطأ الناس وصرفوا شيئا من حق الله لغير الله يترك الله جل وعلا بقية العمل، للحديث الذي سبق أن سمعتموه من عمل عملا أشرك فيه، يقوله الله جل وعلا في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ففكر دائما في الأعمال، إذا أردت أن تبشر عملا فانظر هل هو طاعة لله، فإذا ظننت أنه طاعة فانظر هل هو مما أجازه رسول الله، لأن بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى أمر الدين، لم يبقى حاجة لأن يضاف إليه شيء، كمل. والعادة أن الشيء الكامل لا يحتاج إلى إضافات، وإن تعمد إضافات إن كانت مشروعة فهو جزء مما شرعه الله، وإن كانت غير ذلك فإنها مردودة على صاحبها، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة المخرج في الصحيح من أحدث في أمرنا هذا، يعني في ديننا، ما ليس منه فهو رد. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الإحداثات، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم تجنبوا احذروا، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، والبدعة لا حرج فيها،
وكل بدعة ضلالة. وإذا كان وكل ضلالة في النار في بعض ألفاظ الحديث نفسه. إذن ينبغي لك أن تكثر إن كنت من أهل العلم وتستطيع، فستجد الأمر موضحا بفضل الله في علوم الشريعة. وإن لم تكن فإن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسأل. واعلم أن السؤال ينبغي أن تسأل من تحسن به الظن، وتسمع عنه التمسك بالسنة النبوية، وتسمع عنه أيضا الحرص على موافقتها، والحذر التام منه على الدنو من كل ما يخالفها، لأن الدخول في بدعة وإن خفت فإنها تجر إلى ما وراءها. ولذلك أكثر ما يضيع الناس في إحسان الظن بدون دليل. ينبغي للمسلم أن يكون على بصيرة من أمره، وأن يحسن التثبت في العمل، وأن يحرص عليه. فاحرص أيها المسلم، احرص على معنى هذا الحديث، إن الله كتب الحسنات والسيئات، وفي بعض ألفاظ الحديث في كتاب عنده، أي عند الله. جعل الناس قسمين، أو جعل المكلفين قسمين من إنس وجن. من هم بحسنة إن عملها حصل ما حصل عليه من الخير الكثير، وإن حيل بينه وبينها فلم يعمل أي شيء فيها، لكنه ما كره أنه صد عنها، يكتب له حسنة كاملة. والجانب الآخر المتطلع للسوء والشر، أصحاب المخالفات، إذا هموا بالسيئة أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، يحب التوابين ويحب التوبة من عباده، فلا يكتب عليهم عملا مشينا حتى يباشروه. فإذا لم يباشروه، إن كانوا تركوه، كتبها الله عنده لهم حسنة كاملة. انظر إلى عظيم فضل ربك جل وعلا. وتذكر ما أشرت إليه قبل ليلة، أحسن العمل ما دام أن العمل وبخاصة الصيام اختصه الله لنفسه من بين سائر الأعمال، احرص على حفظ ذلك العمل، اجتهد في ذلك، ليرى الله منك عزيمة على إتقان العمل والجد على اتخاذ أصلح الطرق إليه وعمل أصلح ما يمكنك أن تعمله به وفق ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لم يبقى للناس حاجة في أي زيادات، لا تقديم يوم من الأيام ويدعى أنه أفضل، لا تقديم مكان من الأمكنة ويدعى أنها أفضل، إلا بدليل من الشارع محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي بلغ عن وأصحابه رضي الله عنهم اجتهدوا، فما تركوا أمرا يفعله رسول الله أو فعله صلى الله عليه وسلم من خاص وعام، حتى طريقة المأكل والجلوس والاضطجاع والجلوس مع أحبابه وجلوسه في منزله إلى غير ذلك، كل ذلك مثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما من القوليات أو العمليات. وهذا من فضل الله على أمة الإسلام، أنها لم تترك في مضيعة من الأمور ولا متاهة من الأرض، وإنما جعلها في هذا الحرز المكين في السنة النبوية الكريمة بعد كتاب الله جل وعلا. ثم احرص على أيضا تفقد نفسك، فإن الناس يكثر فيهم الخطأ، وربنا يقول يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. فأكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار في كل مقام، وأكثر من التوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم، انظر، يعني ما قال واحدة وأكثرية أو الفساق، كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. قد لا تعلم كل خطاياك،
قد تسهو عنها أو ينسيك الشيطان تذكرها، فاحرص أن تتوب إلى الله عما تعلم وعما لا تعلم. ولا يقول الواحد أنا لا أتذكر أني أذنبت، ربنا يقول لكم تخطئون بالليل والنهار وهو العالم بكل شيء. ونبينا يقول كل بني آدم من عالم ومتعلم، من أمير ومأمور، من متعبد وغير متعبد، كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون، فأكثر أيضا من التوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يتوب في المجلس الواحد ربما أو في اليوم 100 مرة. حاسب نفسك أخي، وأنا أحاسب نفسي، لننظر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هل تحصي أنك تبت 100 مرة؟ إن وجدت ذلك فهذا حظ عظيم لك، وإلا فتعاهد نفسك لئلا توافيك المنية بعد ارتكاب خطأ قبل أن تتوب. فالأمر يحتاج إلى عناية تامة. ثم هذا الشهر المبارك الذي جعله الله جل وعلا ميدانا جميلا وجليلا وكريما، احمد ربك أن الله بلغك إياه، فاحرص على أن تجعله انفتاح خير لك، واحرص بعد ذلك على أن يتواصل إحسانك. ثم إنني أؤكد بالنسبة لصلاة الليل، صلاة الليل النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في صحيح البخاري غيره أنه صلى 13 ركعة أو 11 ركعة، وكل ذلك مروي عن عائشة وغيرها 13 و10، وعن ابن عباس وعن أم سلمة وعن عدد من أزواج النبي. وإن قالت عائشة ما زاد، تقصد أنه أغلب أموره، لكن كيف كان يصلي؟ نحن نصلي نستمع لقراءة جزء كامل من القرآن في الليلة الواحدة، هل كان النبي يفعل ذلك؟ النبي يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود ويطيل الوقوف بعد الركوع ويطيل الجلوس بين السجدتين، فهل أنت تفعل ذلك؟ ثم كان النبي إذا بقي عليه ويركع 40 آية، معناها أن الأكثر قد قرأه قبلها، كان إذا بقي 40 قام، لما كبر صار يصلي جالسا حتى يبقى في حدود 40 آية ليركع. فهل نحن نصلي في الركعة الواحدة أكثر من 40 آية؟ فاحرص. النبي قال إن من صلى مع الإمام، يعني التهجد كله حتى ينتهي، كتب له كأنما صلى الليلة كله. لا تغتر بقول من يقول لا تصلي إلا 11 والبقية بدعة، يعني أن الصحابة في عهد عمر كانوا يصلون في المدينة 27 ركعة، يعني كانوا مبتدعين مع الفاروق، وكان أهل مكة أكثر من ذلك، وهذا في 10 الصحابة. فلنحرص على متابعة الإمام، لا أقول زيدوا، مع أن الزيادة تصح لو أن الواحد أراد أن يؤخر وتره إلى آخر الليل، قام مع الإمام في الركعة الأخيرة الوتر، فإذا سلم الإمام يقومه ويأتي بركعة، ثم إذا قام آخر الليل يتم صلاته ويوتر، لأنه لا يجوز أن يوتر مرتين في الليلة الواحدة، في الحديث الصحيح لا وتران في ليلة. فاحرصوا في التهجد والصلاة مع الإمام وإكمالها حتى ينتهي، ولا تقلدوا من يقولون كذا ولا كذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة، صلى في يوم واحد معه أحد الصحابة، ماذا قرأ؟ والحديث الصحيح شرع في سورة البقرة، يقول الصحابي فقلت يركع في 100 الآية، يقول فمضى، فقلت يركع بها فمضى، فلما أنهاها شرع في سورة النساء، يعني قدم النساء على آل عمران ثم قرأها، ثم شرع في سورة آل عمران بعد النساء، فقرأ هذه السورة 3 ركعات واحدة. هل أحد منا يعمل هكذا إلا من شاء الله؟
قصدي أنها النبي كان يطيل القيامة والركوع والسجود، وكان ركوعه قريبا من قيامه، فإذا كان وضعنا يختلف فأقل الأحوال ينبغي أن نكون محافظين على أداء صلاة كاملة بقدر ما يصلى في المساجد التي نصلي فيها. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يبارك لنا جميعا في أعمالنا وأعمارنا، وما أعطانا من خير وغير ذلك من أهل وبنين وذرية وغير ذلك مما أباحه لنا جل وعلا بمنه وكرمه، كما أسأله بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يشفي مريض المسلمين، وأن يقضي دين مدين المسلمين في كل مكان، وأن يفرج كروبات المكروبين من المسلمين في كل مكان، وأن يفك أسر كل مأسور من المسلمين ظلما بمنه وكرمه وعزله. نسأله جل وعلا أن يعاجل المضطهدين بالظلم والتقتيل والعدوان والطغيان في سوريا، أن يعاجلهم بالفرج، بأن يتوبوا إلى الله بصدق، وأن يفتح الله لهم فتوح النصر والتمكين، وأن يرينا في أعداء الله وأعداء دينه عجائب قدرته. كما أسأله أيضا أن يرينا في من يمدهم، يمد النصيرية، ولا من بأس أن أكرر، فإن النصيرية فرقة من الباطنيين الذين قال العلماء عنهم إن ظاهرهم الرفض، يتظاهرون أنهم يحبون أهل البيت، وباطنهم الكفر المحض. نسأل الله جل وعلا أن يعاجلهم بما تقر له أعين أهل الإيمان، وأن يهدي أهل الإيمان لتقوى الله والإنابة إليه، كما أسأله جل وعلا أن يحفظ عليه وأن يحقق ذلك لأهل العراق وبقية البلاد الإسلامية، وأن ينصر أهل السنة فيما هم فيه في الخير، وأن يصد عنا وعنهم كل شر، وأن يحفظ لهذه المملكة أمنها على دينها ودنياها، ويجعلها دائما وأبدا قدوة للمسلمين في الخير، وأن يصد عنها وبها كل شر عن المسلمين. كما أسأله أن يوفق لي أمرنا للحرص على نصرة الحق وأهله وإذلال الباطل وقمع البدع والأخذ على أيدي السفهاء، والحرص التام على المحافظة في أخلاق الأمة وصيانتها وحماية الشريعة من أن تدنس أو تمتهن. كما أسأله جل وعلا أن يحقق على يديه انتصار الحق في كل مكان، وأن يعاجل أهل اليمن بالتخلص من الفتنة السيئة الرافضية حق ما يسمى بالحوثية، فإن هذه فتنة هم قديم في اليمن ولكنهم قلة لا يوبه لهم. وبعد ثورة الصفويين في العراق في إيران وتولي العمائم النجسة السيئة السلطة هناك وفي كل مكان من مواطن الرفض، اشتغلوا لصد ثورتهم النجسة في كل مكان، ولكن إن شاء الله يأبى الله ثم أهل الإيمان أن يمتد لأولئك القوم أي خيط أمل في هذه البلاد. فنسأل الله أن يعاجل المسلمين بالفرج، وأن يقمع البدع ما ظهر منها وما بطن، وأن يحقق المسلمين في كل مكان الأمن والإيمان والأمان، إنه مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.